ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا بعنوان بره مصر، وهنبتدي من العراق. وفي تعاون بين منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه اليونسكو والسلطات في مدينه البصره العراقيه، وده لترميم المنازل القديمه المعروفه باسم بيوت الشناشيل في حي الارمن بالمدينه القديمه، وده للحفاظ على هويتها التاريخيه وكمان الهويه السياحيه للمنطقه. تتعاون منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مع السلطات في مدينة البصرة لترميم المنازل القديمة المعروفة باسم بيوت الشناشيل في حي الأرمن بالمدينة القديمة للحفاظ على هويتها التاريخية. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة في مدينة البصرة والعراق بشكل عام. منطقة غنية جداً تراثياً وتمثل حقيقة القلب التراثي لمحافظة البصرة، لذلك اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والتراث، وبالتعاون مع محافظة البصرة اللي هي المالك الرئيسي لهذه البيوت الآن، وضمن منحة الاتحاد الأوروبي ترمم هذه البيوت حقيقة تباعاً. الآن لدينا 8 من البيوت سوف ينتهي الانتهاء ترميمها بإذن الله بنهاية شهر 9. أنهينا ترميم 3 من البيوت مطلة على النهر. بالنسبة إلى هذه المنطقة كانت في السابق تسمى منطقة حي الأرمن، الأرمن المسيحيين، الآن هي تسمى محلة الباشا. هذه المنطقة سميت بهذا الاسم لأن العوائل المسيحية والطائفة المسيحية كانت تسكن هذه المنطقة، وأيضا ترتادها لوجود كنيسة تسمى كنيسة مارتوما. بالنسبة إلى تاريخ هذه المنطقة تم الاستدلال على تاريخها من خلال المباني القديمة الموجودة في هذه المنطقة مثل جامع ذو المنارتين وكنيسة مارتوما الذي أعمارهم أكثر من 300 عام. هوية البصرة الأساسية هي الشناشيل، وهي جزء أساسي من هويتها السياحية. ويفيد تقرير نشره الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الأرمينية عام 2016 بأن عدد الأرمن في العراق كان يقدر بنحو 25 ألف نسمة، إلى أن جاء الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وكان يعيش معظمهم في بغداد والبصرة وكركوك والموصل قبل أن يغادروا العراق بعد الغزو إلى أوروبا ومناطق أخرى في العالم.